مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حكايتي مع المرض. حكايتنا جديدة النهاردة، يشرفني بحضوره الكريم عبد اللطيف عبد الخالق. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا. مشاهدينا الكرام، إن الدنيا دار بلاء وأمراض، ظل زائل ومتاع منتهي. ما من إنسان إلا وتعرض للمرض وتعرض للعافية، سرور، فرح، حزن، لكن كل هذا لماذا؟ يقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. لكي يبتلينا الله تبارك وتعالى، أنصبر؟ حكايتنا النهاردة مع الأستاذ عبد اللطيف عبد الخالق، 39 سنة، من عين شمس القاهرة. تعرض لحادث أليم منذ 13 عاما، ونشوف حكايتنا الجديدة مع صاحب الحكاية. تفضل يا أستاذ عبد اللطيف. أنا صبت في حادث سيارة من 13 سنة، كسرت لي. حضرتك من عين شمس الأول؟ أيوة، من عين شمس. منين من عين شمس؟ من محطة الجراج. تمام. اخر جسر السويس. عند حضرتك كم سنه دلوقتي؟ 39 سنه. متزوج؟ متزوج من 3 سنين. 3 سنين. الحادث بقى ايه اللي حصل لك بالظبط؟ العربيه في الكوتش من فرع. كم سنه بقى؟ من 13 سنه. الكوتش فرع. كان سنه كام بقى بالظبط كده؟ 11/4/2003. الكوتش فرع بتاع العربيه، كنت رايح اعمل شغل، اتقلبت بيا، كسرت عند الفقره الرابعه والخامسه، عمل الضغط على نقاء الشبكة، عملني شلل كامل في جسمي، ما كانش غير عيني بس اللي بتتحرك، وكنت بتنفس على جهاز تنفس صناعي وباكل بخرطوم، وكانت حالتي يعتبر هوبليس كيس، يعني ميؤوس منها. ايه العربية الأول؟ يعني أنت خلصت بسرعة موضوع الحادثة العربية. أيه. حضرتك كنت رايح فين وجاي منين ساعتها؟ كنت رايح أعمل شغل، جاي على 6 أكتوبر أعمل شغل، كنت عاين مكان جهاز تكييف، يعني هيركب، كنت أنا فني تكييف وتبريد وفول أوتوماتيك. واحنا في الطريق الكوتش فرع، العربيه اتقلبت بينا، ما درتش غير بعدها باسبوع وانا في المستشفى، بلقيت تركب خراطيم وبق، وقعدت بتاع حوالي 38 يوم في العنايه المركزه. 38 يوم؟ فقد الوعي خلاص، بس كنت داري يعني الناس اللي طالعه اللي داخله عليا. صحيت بقى شالوا خراطيم، لا عارف ابلع ريق ولا عارف اكل ولا عارف اتنفس، وكان يعني كانت مرحلة صعبة، أول مرحلة جامد، يعني أنا كنت شاب في 26 سنة في عز شبابي، يعني كنت أكبر أخواتي الثلاثة، وكنت يعني بحاول. كنت الكبير؟ كنت أنا الكبير يعني. طب أخواتك الصغيرين كانوا شغالين ساعتها ولا؟ لا، كانوا كلهم في المدارس، وأنا كنت يعتبر يعني دراع والدي اليمين كده، وبر بوالدي، ويعني كنت واقف جنبه يعني لما أخواتي يخلموا تعليمهم وكده. لما الحادثة حصلت بقى، يعني حسيت إن أنا إيه، بقيت انا بدل ما كنت بساعد والدي، بقيت انا عبء عليه وعلى الاسره، دي هي اللي كانت تعبني. يعني كان ما كنتش انا حاسس ان انا، مش كنت صعبان عليا نفسي، انا كنت صعبان عليا والدي، نظره الحزن في عينيه، في والدي، والدتي، اخواتي، في قرايبي، في اهلي. بس الحمد لله كان ربنا مديني الصبر والايمان، وكنت انا اللي بصبرهم واقول لهم انا كويس، كنت انا تعبان بس ما ظهرلهمش ان انا تعبان. طب حضرتك يعني في الفتره دي كان مين بقى اللي بيديك العلاج والفلوس يعني بتاعت العلاج وكده؟ انا اول ما عملت حادثه، انا كنت شغال في شركه محترمه، يعني حطوني في اما لقوا الكارنيه بتاع الشركه معايا، حطوني في درجه اولى مكيفه، والشركه جت حطت لي 5000 جنيه تحت الحساب. المستشفى قالت ان هو الشركه هتتكفل بالعلاج كله. جم كده بعد ما طلعت من العلاج المركزي، قال عاوزين منك 38000 جنيه. الشركه ما وافقتش وبعتوا لي الكارنيه بتاع التامين الصحي. المستشفى خرجوني من المستشفى. كان مؤمن عليك في الشركه؟ كان مؤمن عليا. ايوه. وما وافقوش على ال 38000؟ ما وافقوش. لا، المستشفى راحت عملت لي خروج، جابوا لي عربيه اسعاف وخرجوني، حتى والدي ما كانش معايا، كانت والدتي. خرجوك ودوك فين؟ طلعوا لي المستشفى خالص، قعدت الف طول النهار على المستشفى، مفيش مستشفى رضيت تقبلني. قعدت عبال ما عملوا لي قرار 15 يوم. كان في الفتره ديت كان طلع لي كرح فراش، بهدلتني جامد. هي يعني كنت محتاج علاج في خلال 15 يوم دول، مش اي مستشفى
أي ده رضيت ده أنا يقبلك. أيوة ده كنت ما كنتش كان بيجيلي يعني كان كنت بموت يعني، خلال كل ساعتين لازم يسحبوا لي الماء اللي على صدري، وكان في تيوب تيوب وحاجات كتيرة أوي يعني، ما كانش كل ما أروح مستشفى ما تقبلنيش ما تقبلنيش. عملنا قرار على نفقة الدولة، وبعدين دخلت مستشفى يعني، ما تلاقي الفترة بقى تلاقي لي كل فرش كتير يعني اللي عذبتني بقى اللي كل. وحضرتك قلت لي انت قعدت كام يوم فاقد الوعي؟ انا دريت صحيت فوت بعدها باسبوع، بس انا ما كان في خراطيم في بوقي ما اعرفش تمام. اتكلم. قعدت بعدها لما شالوا الخراطيم وكده 38 يوم 38 يوم بهذه ايوه الطريقة، ايوه خراطيم كنت بتتحرك يعني ما كانش في اي حركة فيش خالص غير عينيا بس عينيك بس، بترمش وكنت اعرف اللي يدخل عليا بس ما اقدرش اتكلم، حتى النطق كمان ما فيش. ما فيش نوت. وحتى لما شال الخراطيم ما كنتش بقدر اتكلم او ابلع ريق او اتنفس طبيعي يعني، كان صعب التنفس يعني. حسيت بنعم كتيرة كانت مع الواحد ومش حاسس بيها، انك تبلع ريقك دي كانت نعمة كبيرة، او تمضغ دي نعمة كبيرة. البني آدم ما كانش حاسس كان بيها. مين بيساعدك في الفترة دي؟ والدي ووالدتي واخواتي واصحابي يعني، ربنا موقف لي كان بيسخر كتير اوي تخدمني ما اعرفهاش يعني كده. طب بعد الشركة ما خرجتك يعني عملت ايه الفترة بعدها؟ قعدوا فترة يدوني اجازات وكانوا مرتبي ماشي، واصحابي يعني هو تقول لي فصلوك بعد كده؟ لا عرضوني على لجنة عجز يعني، طلعوني عجز وطلعت معاش. انا بصراحة يعني ده كتير قوي، والله ما كنتش عارف يعني. 194 جنيه؟ معاش قعدت كام سنة شغال؟ قعدت سنتين ونص. كنت شغال سنتين ونص في الشركة دي. ما كنتش هكتس 194 جنيه ساعتها يعني، ما كانش انا كان يعني كنت بصرف في الشهر العلاج بتاعي اكتر من 6000 جنيه يعني. ومشكلة العلاج بتاع الاعصاب بياخد بصرف كتير وما فيش نتيجة ظاهرة يعني، اللي بخلوهم ييأسوا او بخلي اي مستشفيات ما تتقبلش الحالات اللي هي زي حالتي بتاخد وما فيش نتيجة. بس انا بتحسن من جوايا، انا كان جسمي ده يعتبر كان زي لوح الخشب كده، وكنت خشبت كنت يعتبر زي هيكل العظمي. وكان الكرح الفراش بقى يعني، نمت على ظهري طلع لي كرحة فراش في ظهري، قال لي نام على جنبك طلع لي كرحة في الناحية التانية، نمت على جنبي ده طلع لي كرحة. فضلت نايم على وش حوالي سنتين وثمان شهور. سنتين وثمان عملت عمليتين اتنين ترقيع في ظهري عبال ما كرحة الفراش، وقعدت اغير عليها حوالي سنتين عبال ما خف يعني. كان ان انا اقعد عدل كده وامسك المصحف ورا كده كان حلم بالنسبة لي يعني، طب كان اقصى حلم. استاذنك بس في اتصال. السلام عليكم استاذ تامر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اشارك مع حضرتك في البرنامج؟ اتفضل يا استاذ تامر اتفضل. والله يا فندم احنا بنشكركم على البرنامج المحترم ده الهادف، وكان ليا ملحوظه صغيره لو تسمح لي يا فندم يعني. اتفضل يا استاذ تامر، احنا بنرحب بالجميع في هذا البرنامج. والله يا محسن انت كان حضرتك بتستضيف الدكتور طب ممكن بس نعلي الصوت شويه؟ ايوه يا فندم، بقول لحضرتك يا فندم كنت بتستضيفوا الدكتور المتخصص في نفس الحاله او المرض اللي حضرتك بتعرضه، وكان كلنا بنستفيد من الموضوع ده. حتى لو انا ما عنديش نفس الحاله دي بيبقى عندي خلفيه بعد كده، او بيبقى عندي معرفه بظروف المرض ده. فانا مش عارف يعني لو حضرتك بقى يعني تستضيفوا الدكاتره بعد كده، عشان التخصصات دي بتفيدنا والله يا فندم. ان شاء الله يا استاذ تامر، ان شاء الله يعني هنلقي هذا العرض على مسؤول البرنامج ان شاء الله. متشكرين جدا يا فندم، متشكرين جدا. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا استاذ. وبعدين بقى يعني حضرتك كنت على يعني بتنام على ظهرك أيوة. في قرحة فراش أيوة. على جنبك كذلك ايوه. قعدت سنتين وشوية، سنتين وثمان شهور أعالج في القرح الفراش، هو ده اللي عمل لي دروب يعني، تأخرني في العلاج بتاعي شوية عبال ما القرح اتخف. وبعد كده بقيت أعمل علاج طبيعي بقى، وبعدين وقفت فترة عن العلاج يعني. هم الجماعة عندنا ما مش شايفين نتيجة للعلاج، والمصاريف اللي بيصرفوها جامدة وكده، وحتى العلاج نفت الدولة وقفوه. وصعب إنك يعني، أنا أول ما رحت مركز علاج طبيعي اللي هو مركز العجوزه ده بعد 38 يوم او بعد ده سنتين ونص؟ ده بعد 3 سنين. بعد 3 سنين يعني كنت هم ما يرضوش يقبلوني وانا عندي قرح فراش، اقول عليك قرح الفراش وتعالى. يعني ما فيش اي مستشفى راضيه تقبلك؟ ما فيش والله، ما فيش اي مستشفى يعني، هم مش شايفين الحاله قدامهم يعني. كل ما ادخل يقول ما فيش مكان، ما فيش. حتى دخلت مستشفى
قعدوني 15 يوم ما فيش رعايه ولا في دكتور حتى يسال عنك، ولا عاوز تغير يقول لك روح هات الحاجات غير اشتري، ولا في مرتبه هوائيه ولا اي حاجه خالص. وبعدين اشتكيت راحوا جايبيني حطوني مع واحد ده سنتين ونص طريح الفراش ما فيش اي حركه خالص نهائي، ما فيش انا الا عينيك بس عيني. وكنت حتى عشان اكل اقف على مؤاخذه على ايديا كده اشرب كوبايه عصيره واكل ايلومه وانام تاني على وش. الدكتور قال لي ما تقلبش، لو نمت هتبوظ العمليه والكره فراش تفتح تاني. الحمد لله ربنا اكرمني ورحت مركز العجوزه قالوا لي تعمل قرار نفقه الدوله، ووافقوا لي على ان انا اتعالج. وافقوا على القرار؟ اه وافقوا ان انا الحمد لله، طلعوا لي موافقه ان انا اتعالج ايه 6 شهور 180 مع نفقه الدوله في مركز العجوزه. بس مشكلة بقى انك تروح تدفع 1000 جنيه تأمين تحت الحساب ويدولك قرار ب1500 تقعد بيه 10 ايام عبالة ما وتجيب مخالصة من المركز انك عملت بالجلسات، عبالة ما تجيب المخالصة وتروح تعمل قرار تاني ب1500 يكونوا سحبوا ال1000 جنيه اللي انت حاطه تأمين. وعايز بقى واحد يقعد معاك في المركز وحد يجري يعمل لك القرار، صعب جدا. يا اما انا الفلوس اللي معايا تخلص او اما اللي معايا هو اللي يزهق من البتاع. وبعد كده بعد التعب ده كله مفيش ثمره، يعني نتيجه باينه ان هم في العلاج. استاذ عبد اللطيف انا كنت عاوز اسال الساده المشاهدين واسال حضرتك، ما هو اصعب ما في المرض؟ ده سؤال اوجهه للساده المشاهدين وعند حضراتكم الفيسبوك ويوتيوب بتاع البرنامج، وعندنا الارقام ظاهره على الشاشه. ما هو أصعب ما في المرض؟ ده سؤال برضه أطرحه على حضرتك. أصعب ما في المرض بقى إن أنت يعني بتبقى بدل ما تبقى أنت كنت شايل بتخدم نفسك وعايش حياتك وفي طموح وراسم لنفسك حاجات، الحياة دي كلها بتقف، تلاقي حياتك كلها وقفت مرة واحدة. بس حضرتك تعرف إن ليه المرض ليه فوائد عظيمة جدا؟ طبعاً طبعاً كتير. القرب من الله سبحانه وتعالى. ربنا قربني ليه جامد وحسيت بحب الناس ليا وحب ربنا ليا وقربني من ربنا، الطاعة والتقرب من ربنا الحمد لله. يعني ورانا حاجات في ونعم كتيرة ما كنتش أداري بيها، وأنا كنت من النوع الطموح اللي عايز أشتغل وأبني وأعمل حتى على حساب الطاعة. يعني قبل اللي ما كنتش ملتزم بالصلاة، ويعني زي كانت الدنيا واخداني بقى وتلاقي كده قربت من الله سبحانه وتعالى. انما المرض ده يعني الحمد لله قربني من ربنا جامد. و طب حضرتك ما انت شايف ان ده اكبر نعمه الواحد يقرب من ربنا؟ طبعا طب اكبر نعمه يعني الحقيقه الواحد يعني احنا كلنا مقصرين في حق الله سبحانه وتعالى. أيوه. وفي حق انفسنا. ايوه ولا ايه؟ طبعا كتير كلنا اصحاب ذنوب، يعني المرض ده يا اما رفع الدرجات للواحد. طب استاذنك بس في اتصال. دكتور مصطفى محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور مصطفى. أيوة يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. في حالة النهاردة يا دكتور مصطفى عبد اللطيف عبد الخالق 39 سنة. كان عمل حادثة. تمام. والفقرات الفقرة الثالثة والرابعة. 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 وحضرتك ممكن يعني تفضل وهيكلم حضرتك يعني. اتفضل دكتور مصطفى معاك. انا عملت حادث بالعربيه كسر في الفقره الرابعه والثالثه، عملت تثبيت من 13 سنه كان ضغط على النخاع الشوكي. الثالثه والرابعه فين؟ في منطقه العنقيه. في الرقبه العنقيه. ايوه في العنقيه يا فندم. ايوه تمام تمام. كان ضغط على النخاع الشوكي وعامل لي شلل خالص في جسمي. وكنت يعني عملت عمليه وقتها على طول، عملت تثبيت للفقرات يعني. ايوه عملت تثبيت، خدوا لي عضمي من الحوض وثبتوا لي بقى الفقرات. بس هو قبل العمليه كان حصل اصابه في النخاع الشوكي ولا ما كانش حصل؟ لا كان ضغط على النخاع الشوكي، كان ضغط عليه. يعني كان في مثلا يعني مشكله في الحركه يعني. كان شلل خالص، ما فيش غير عينيه اللي بتتحرك. دكتور مصطفى كان شلل تام، يعني مش الا عينيه بس اللي بتتحرك. تمام. وكنت مركب تيوب وشست تيوب وتنفس صناعي و تمام ربنا يعافيك. الله يعافيك. طيب ده بتقول من 13 سنه الكلام ده. ايوه من 13 سنه يعني يا دكتور. انت اتحسنت دلوقتي الحمد لله تمام يعني، بس ايه الوضع دلوقتي ايه بقى بالظبط؟ انا دلوقتي ده بقى اتحرك وجسمي بدا الاحساس، كان معدوم الاحساس خالص،
دلوقتي في الاحساس زاد، بس لسه الرجل ما فيش حركة بسيطة خالص، يا دوبك بيهز صوابع او يهز رجليا كده. يعني حركة الرجلين حركة بسيطة خالص، لكن مش بتقدر تمشي وتمارس حياتك لا عادي. صوابع رجليه بس يا دكتور. لا تمام. وإيديك طيب أخبارها إيه؟ ايديا بتتحرك بس الصوابع ما بقدرش امسك حاجات بقى قليلة، يعني ما بقدرش امسك حاجات كده. تمام. طيب أنت في خلال 13 سنة دول، مع متابعتك مع دكاترة المخ والأعصاب والعظام وكده والعلاج الطبيعي، يعني طبعا انت عملت اشعاعات وعملت تحاليل وكده، عملت علاج طبيعي وعملت عمليات وكده، دلوقتي انت اخر حاجه وصلت لها او قالوا لك ان الوضع اللي احنا قدرنا نوصل له، هل في يعني امكانيه ان احنا يبقى في تحسن اكتر من كده، ولا هو خلاص الامور وقفت عند هذا الحد؟ لا في تحسن، يعني انا عملت خلايا جذعيه حوالي 11 مره، كانوا بيسحبوا من النخاع العظمي خلايا وبيحقنوها لي تاني، بيعملوا تنقيه ليها وبيرجعوها لي تاني في النخاع خلايا جذعية. ايوه تمام، كانت بتحقنها في مكان الإصابة. ايوه تمام، وكان بيبقى فيه تحسن. جابت معايا نتيجه وجسمي رجع، انا كنت جسمي خالص كانت يعني كان عندي ضمور كامل في جسمي في جميع العضلات، الحمد لله تمام. بتحسن. وحتى انا ربنا كرمني واتجوزت ومراتي حامل دلوقتي، الدكتور نصحني ان انا اخد الحمد لله. تمام. الخلايا اللي في الحبل السري ونحينك بيها، اللي هتجيب نتيجة احسن. دكتور تمام عبد اللطيف، بالنسبة للخلايا الجذعية اللي في الحبل السري ده تمام علاج جديد ولا علاج قديم؟ هو بص حضرتك، هو الخلايا الجذعية كلها يعني طفرة جديدة في العلاج بكل أنواعها بقى، وإزاي بناخدها وبناخدها منين. هي الخلايا الجذعية دي معناها اللي هي الخلايا الأولية، يعني اللي هي لسه ما تحددش نوعها إيه، يعني زي مثلا جذع الشجرة كده، لسه ما أنت شايف جذع الشجرة ما عرفتش الشجرة دي هتبقى إيه. هي كل جسم الإنسان أي نوع من الخلايا بتبقى اسمها خلايا أولية، ثم تتطور هذه الخلايا للنوع اللي هي هتوصل له بعد كده على حسب المكان اللي هي فيه. يعني انت لو جبت خلايا جذعيه وزرعتها في الكبد هتطلع خلايا كبد، لو جبتها وزرعتها في النسيج العصبي هتبقى خلايا عصبيه، لو جبتها وزرعتها في ايا كان بقى في الجلد مثلا بتبقى خلايا جلد وهكذا. وهو كل الخلايا بتاعت جسم الانسان كانت في اول ما نشات كانت خلايا جذعيه ثم تحورت الى النوع المناسب لها. فهي فكره العلاج بتعتمد على كده، في انواع معينه من الخلايا ما بتتجددش زي معظم خلايا النسيج العصبي والنسيج العضلي، اللي بيفقد منها مش بيتجدد تاني. ففي حالات الامراض، مش الامراض بقى، برضه الامراض العصبيه والاصابات برضه الخاصه بالحبل الشوكي، بيبقى حصل خلل او حصل تلف في جزء من النسيج العصبي. النسيج العصبي ده بيبقى بيعتمد انه زي الاسلاك كده، زي سلك كده انت موصله بجسم الانسان، حصل قطع في حته من السلك فالجسم كله بيقف، او المكان اللي رايح له كله بيقف، انت بتعوز تصلح الحته الصغيره اللي اتقطعت ديت بس، مش هتصلح السلك كله. تمام. فهي في دي فكره العلاج، ان احنا بنجيب خلايا جذعيه ونزرعها في الجزء التالف بحيث ان هي تعوض الحته الصغيره اللي هي الكام سنتي دول، فيرجع التوصيل كله تاني زي ما كان طبعا. لكن هو طبعا هي الخلايا الجذعيه دي حاجه جديده ولسه الابحاث جاريه عليها، ونسبه النجاح فيها برضو مش عاليه قوي، لكنها مبشره وفي تطور مستمر وفي تقدم. يعني احنا بيفترض ان يعني منتصف القرن اللي هو ال 21 ده هيبقى هو ده قمة التقدم في الخلايا الجذعية، وإنه هتكون وصلت لمستوى متميز من العلاج. لكن هي الفكرة إن هو ألو؟ يا دكتور مصطفى مع حضرتك. لكن هي الفكرة إن المريض اللي إحنا بنعالجه بالخلايا الجذعية بيكون وصل لمرحلة يعني إيه، من إن هو خلاص استنفذنا معاه كل أنواع العلاج الدوائي والجراحي، وخلاص مش لاقيين له حل تاني في الحاجات دي، طب يا دكتور فبنلجأ مصطفى، للخلايا الجذعية بحيث ان هي حتى لو ما جابتش نتيجة 100% بتبقى برضو الى حد ما بتدينا تحسن وحاجة غير مكلفة، وجاري عليها الابحاث وهي في تقدم يعني للاحسن باستمرار ان شاء الله. طيب يا دكتور مصطفى، يعني الحل في هذه الحالة ايه؟
يعني حضرتك شرحنا لحضرتك هو الحالة بالظبط يعني. يعني هو الأفضل، أفضل علاج لهذه الحالة العلاج الطبيعي أم جراحي؟ ما هو اللي هو عمل جراحة قبل كده، يعني هو عمل تمام. جراحة لا قبل كده. دلوقتي يا دكتور. لا، لكن في جزء حصل له تلف في النسيج العصبي وأثر على العضلات بتاعته، وكلا الاثنين بيبقى الضرر فيهم بيبقى عشان نرجعه زي الاول بيبقى في صعوبه شديده ان لم تكن شبه مستحيله. فهو لكن هو يعني عمل عمليه جراحيه وعمل علاج طبيعي وبدا يعمل خلايا جذعيه وتحسن وتحرك، وهو زي ما هو بيقول هو الاخ الفاضل في تحسن مستمر للاحسن، لكن يعني ببطء شويه، لكن احنا بنقول الحمد لله على كل حال. ويعني ده مقارنه بالاصابه الاولى او الاصابه الاصليه اللي حصلت، يعني الحمد لله احنا ماشيين كويس وفي تحسن وفي تقدم. وموضوع ان هو الخلايا الجذعيه من الحبل السري ده برضه ده اختيار مطروح قدامنا، طالما هو حصل معاه تحسن على الخلايا الجذعيه مفيش مانع ان هو يعمل تاني وتالت، حتى لو كانت يعني نسبه النجاح بتاعتها مش 100%، حتى لو بتدي لك 30% بعد كده هتبقى 50% وهكذا. دي كلها طرق كويسة وضررها أو مضاعفاتها مش كبيرة، يعني هو إن ما استفادش منها مش هيبقى فيه ضرر إن شاء الله. يعني هي برضو حاجة مفيدة، يعني إحنا بنقولش إن هي وصلنا فيها لمستوى 100%، لكن يعني في نسب نجاح متزايدة باستمرار، فده حل كويس اللي هو الخلايا الجذعية. تاني حاجة طبعا الاستمرار على العلاج الطبيعي طبعا، يعني برضو إحنا يعني بنلجأ للخلايا الجذعية والحاجات الجديده، لكن لا نهمل الحاجات التقليديه اللي احنا ده الاساس بتاعنا، يعني هو يبقى ماشي في دول وفي دول مع بعض في نفس الوقت. دكتور مصطفى، طب يعني متاح جدا، متاح في اي مستشفى دلوقتي ان الخلايا الجذعيه دي؟ يا فندم متاح في اي مستشفى عام ان يعمل عمليه الخلايا الجذعيه؟ هو مش في كل الاماكن، يعني في اماكن معينه بيتعمل فيها حالات معينه. يعني هو كان افتتحت وحدتين يعني يا الخلايا دكتور معلش الجذعيه بعد قبل اذنك يا كده. دكتور، في حاله عبد اللطيف تمام، يعني متاحه ممكن اروح معاه مثلا في اي مستشفى عام نعمل له العمليه دي بسهوله ولا فيها صعوبه؟ ما انا بقول لحضرتك مش في اي مستشفى، يعني ممكن في المستشفيات الجامعيه المعاهد التعليميه. يعني هو كان افتتحت وحدتين قبل كده، وكان في وحدتين تم عملهم للموضوع الخلايا الجذعيه في مستشفيتين كبار قبل كده، لكن الشغل فيهم بيتوقف احيانا. لكن هو في المستشفيات الجامعيه موجود الكلام ده ومتاح وبتعمل عليه ابحاث، لكن مش في اي مستشفى. لو حبيت حضرتك يبقى في تواصل بعد الحلقه بحيث ان احنا برضو ممكن نوجهه برضو للأماكن المتاح فيها الحاجات ديت بالنسبة لحالته بإذن الله، يعني وإن شاء الله ربنا يعني يقوم بالسلامة ويتحسن أكتر من كده بإذن الله. ممكن أتشرف باتصاله بعد الحلقة ونوجهه للأماكن اللي هي نقدر نعمل فيها حاجة زي كده إن شاء الله. تمام يا دكتور، متشكرين جدا. دكتور مصطفى محمد مدرس مساعد جراحة العظام جامعة الأزهر، متشكرين جدا. أعزائي المشاهدين، ناخذ فاصل ثم نواصل. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى مع حكاية جديدة من حكايتي مع المرض. مشاهدينا الكرام، كثيرا من الناس ما يواجه الأمراض، لكننا القليل منا من يصبر على هذا البلاء. وحالة اليوم عبد اللطيف عبد الخالق 39 سنة صبر واحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى. أستاذ عبد اللطيف، أهلا وسهلا بحضرتك مرة أخرى بعد الفاصل. أهلا بحضرتك. ممكن ما تحكي لنا يعني الفترة 13 سنة، حضرتك بتقول لي اتجوزت من سنتين ونص. أيوة. أنت ممكن تحكي لي لما رحت لأهل زوجتك، يعني كان إيه الموقف؟
مو بصراحة لا يعني ما شافوني كده ما بداية معلش قطع لكلامك، أحيي زوجتك وأحيي أهلها حقيقة يعني. اه والله يعني الحمد لله ربنا ربنا اداني هدية يعني زوجتي ديت هدية ربنا ليا بعد الحمد الصبر لله اللي رب انا العالمين. صبرته ده يعني، وهي يعني هي اللي وقفت وقالت لهم انا هاخده وانا متحملة وملكوش دعوة. وبصراحة هما كلهم كانوا موافقين، انا كنت عاذرهم يعني، انا لو جالي واحد كده لا ياخد من اختي انا مش هوافق يعني بصراحة يعني، بس الحمد لله ربنا الحمد لله رب العالمين. كرمني بقى، هي وقفت قالت لهم ملكوش دعوة انا هاخده. و يعني ابتلاك الله سبحانه وتعالى اه بشلل صح ايوه كده، ايوه ويوب بس كنت بتحرك ايدك و ايوه صح ولا بتتكلم فقط، ايوه ومع ذلك وافقت. وافقت ايوه يعني، وقالت لهم انا هاخده وانا متوفاها على خير، وربنا حاسس ان ربنا هيكرمني بيه والله يعني الحمد لله. والله انا يعني رحت كان بقى خطبتها يعني اهلها بقى قالوا ايه؟ يعني، هما ما كانوش يعني، انا حاسس ان هما مش موافقين يعني، هي بس هي اللي ايه وقفت قالت أصرت. لهم انا هاخده ايوه يعني، يعني خطبتها واتجوزنا في خلال شهرين 2، وانا رايح اقرا لها الفاتحه ما كانش معايا غير 100 جنيه في جيبي، خدت بقى جاتوه وشوكولاته وجبتها، وسبحان الله الموضوع مشي كده وربنا سهل. شهرين 2 كنا متجوزين، والشقه بتاعتي اتفرشت، ولو انا سليم ما كنتش جبت العفش ده ولا فرش الشقه، وربنا كرمني يعني يعني الحمد حضرتك لله. مش ده برضه نتيجة الصبر، طبعا الحمد لله ربنا ده وسبحان هذا الله. الصبر في الدنيا يعني، ده اه نتيجته في الدنيا، فما بالك في الآخرة بقى. ايوه عاوز برضو انصح كل مريض يعني ايه ان ربنا موجود معاه، ما يسالش حد ولا يعني، بشوف برامج بيطلع المريض يعيط ويدمع وبتاع، قول له انت في نعمه وربنا معاك وبيصطفيك يعني، انت لو قالوا لك مثلا في دكتور كبير هتقابله مثلا الساعه 12 بالليل يعني هيعمل لك عمليه ينجيك او كده، انت ربنا بيقول لك هيجي ينزل في الثلث الاخير من الليل، بيقول لك يا عبد ادعي. ده اسالني اي حاجه انت، ده يعني لو دمع دين لربنا كده بصدق مع ربنا اي حاجه يعملها لك. بيقول لك وفي حديث بيقول لك ما زال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى يكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، انا الحمد لله اي حاجه بيحصل معايا معجزات بالدعاء ده يعني. انا بواحد زي كده كان اتوفى او مات من زمان يعني، لولا صبر وايماني ربنا مثبتني وحاسس بالرضا وان انا في نعمه كبيره ديت، انا الكرسي ده مش اعاقه، انا حاسس ان انا قاعد على كرسي العرش كده، وربنا مسخر لي الدنيا ديت كلها تخدمني، بنص الموضوع بنظره تانية يعني، الدكتور يشوف درس كام سنه عشان يجي يعالجني، العلاج ده كام دوله عملته عشان يجي لي يعني، بص للناحيه الايه الناحية الايجابيه الإيجابية من في اه الموضوع. الموضوع، وربنا يعني الحمد لله بشكر كل زمايلي اللي وقفوا جنبي واهلي ووالدتي ووالدي واخواتي، وبشكر اي حد ساعدني حتى بابتسامه او مكالمه تليفون او باي حاجه، وبشكر ربنا قبل كل شيء، والحمد لله رب العالمين يعني الحمد لله. عبد اللطيف يعني في نهاية الحلقة، يعني حضرتك عايز إيه؟ نفسك في إيه تتمناه؟ انا و اتمنى ان ربنا يجعل المسلم فتله المرض ديت في ميزان حسناتي ويرفع بها درجاتي، واتمنى ان حد يتكفل بموضوع الخلايا عمليه الخلايا الجذعيه اللي انا عاملها دي اللي هي من الحبل السري، لانها تكلفتها عاليه شويه، و تكلفتها قد ايه؟ تكلفتها هتخش حوالي في 8000 جنيه غير العلاج الطبيعي، عايز علاج طبيعي مكثف، ومشكله العلاج الطبيعي لازم تستمر فتره طويله، لو عملت مثلا مشيت سنة على العلاج الطبيعي وقفت شهر أكنك ما عملتش حاجة، لازم استمرارية، علاج دوائي مع العلاج الطبيعي مع الخلايا الجذعية ولازم يمشوا مع بعض عشان تجيب نتيجة يعني. تمام، يعني حضرتك عايز تشوف حد يعمل لك العملية دي أيوة تكفل بيها يعني. أيوة الحقيقة احنا في نهاية الحلقة، بشكر حضرتك يعني، ربنا انا بجد يعني سعدت وتشرفت أنا والله أشرف بحضورك لي، الكريم ربنا في هذا اليوم يخليك ربنا حقيقي يخليك، يعني. يعني احنا الواحد بيبص لنفسه يعني، انا اللي عاجز والله والله، ربنا احنا اللي عاجزة يخليك فعلا لا يعني حقيقي. في نهاية الحلقة بجد اشكرك يا استاذ عبد اللطيف عبد الخالق، الله يخليك وان شاء الله مش الرحمن هعرض مشكلة على أطباء نعرفها يعني، وإن شاء الله ربنا يسهلها. آمين يا رب. مشاهدينا الكرام، هذه كانت حكاية اليوم، الأستاذ عبد اللطيف عبد الخالق كما ترون، ومن هذا المنبر من قناة الصحة والجمال نتشرف بالجميع، نشرف بالجميع، والقناة مفتوحة لأي حكاية طبية، أي مشكلة طبية. وفي نهاية الحلقة أشكركم لحسن متابعتكم،
وإلى أن ألتقي الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.